شبهة رابعة حول دعوة التوحيد، قالوا يا أخي أنت بتكره الأولياء وبتنكر الأولياء. الجواب نحن ما بننكر الأولياء، في أولياء بنص القرآن، ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن يا جماعة ربنا قسم الأولياء لقسمين في القرآن، أولياء للشيطان وأولياء للرحمن. أولياء الرحمن ذكرنا الآية، أولياء الشيطان ربنا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دل أولياء الشيطان. طيب نفرق بيناتهم كيف؟ أولياء الرحمن عندهم صفتين، ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأي زول كافر أو مشرك أو داعية كفر وشرك زي دعاة الشرك شيوخ الطرق الصوفية دول كلهم لا يمكن يكون واحد فيهم ولي، لأنه لا عندهم، طالما عندهم الشرك لا عندهم صفة الإيمان ولا عندهم صفة التقوى. وربنا نفى الصفتين الإيمان والتقوى عن الإنسان اللي عنده كفر أو يدعو إلى الكفر والشرك، نفاهم عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يبقى نفى عنهم صفة شنو يا جماعة؟ الإيمان. نشوف صفة التقوى الآية بعدها طوالي في نفس الصورة، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نفى عنهم صفة شنو برضو يا جماعة؟ التقوى. فأي زول داعية بتاع كفر أو كافر أو مشرك ربنا نفى عنه الإيمان ونفى عنه شنو يا جماعة؟ التقوى. والإيمان والتقوى هما صفات منو؟ الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، ده الإيمان، وكانوا يتقون، ده التقوى. يبقى لا يمكن يكون الناس بيقولوا غير الله بيخلق يكونوا أولياء لله، لا يمكن الناس يقولوا استغيثوا بغير الله ويكون أولياء لله. يا أخي البرعي ده اللي هو قاديننا نبيه هنا في البلد دي ملصق في الحافلات وفي الركشات وفي دكاكين الذهب وفي الأماكن التجارية، ويعتقد إنه صورته مش هو، صورته دي بتجيب الرزق وبتكف العارض، والعياذ بالله من هذا الشرك الصريح الواضح. البرعي ده قال كلام حتى ناس أبو جهل ما قاعد يقولوا زيه مع إنهم كفار. قال دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم. وده شرك، لأنه البركة عمنا يا جماعة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من الطعام هذا الطعام المبارك والبركة من الله. قال وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع، والخشوع بكل منه لله. والأنبياء ربنا قال عنهم وكانوا لنا خاشعين لله، يعني ده الأنبياء. والبرع خاشع لشيوخ وأسياد بتاعنا الصوفية. قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. والسوء البكشف ربنا، ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. البرعي قال ما مسني سوء وجئت رحابهم للشيوخ بتاع الصوفية إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاش. ده الشرك ذاته الأكبر المخرج من الإسلام. بعد ده يقول لك ده ولي،
لكن هي يعني أمور غريبة بقت تحصل، ودي من علامات الساعة إنه ينصب ويسود ويرفع مثل هؤلاء السفهاء الطواغيط المجرمين. في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط، دخل رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى في حديثه فقال: أين الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأعظم أمر أمر الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأعظم أمر هو أمر الدين يا جماعة. فإذا أسند الأمر الدين إلى غير أهله فانتظر الساعة. أهل الدين منو في السودان الليلة؟ في نظر معظم الناس الصوفي اللي بيلبس مرقع، الشاي اللي بريك فيه 3 كيلو طحالب، الماشي حفيان، اللي بيشحت في الشارع، اللي يقول لك ده نبي الله الخضر، ويقول لك ده لأهل الله، زول عفن عفن وسخان مشرك زي ده يكون أهل الله كيف؟ لو قال لي ده أهلك ود عمك يقول لك لا والله. دي قال لك من كرامات الصوفية. ده بيناظرهم في الشرك وفي قلة أدب، دي بعديها طوالي بعد الشرك، عرفتها؟ مش تجي تناظرهم، جايب واحد يا أخي أهبل جايبينه سروري، قال لي ناظر دكتور على الدين الصوفي، قال قاعد معاه ولا أمي لي ورق، قال فلان وقال فلان، والصوفي يضحك فيه. والله الصوفي ده بس تفتح لي الكتب دي تقرأ لي الشرك، انتهينا من الشرك تمشي لقلة الأدب، تخليه يقوم طوالي يطلع من الاستوديو والكاميرا يصوروا لحد ما هرب برا ركب الكار ولا الحمار وتخارج. ده الدين كده، لابد. ربنا قال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لابد من الشدة على هؤلاء.